ظاهرة إبداعية جديدة تحتفي بالمبدعين من مدينة الناصرية. ثلاثة مبدعين فازوا بجوائز عراقية مهمة: جائزة مؤسسة المدى، وجائزة عزيز السيد جاسم، وجائزة برنامج سحر البيان في قناة العراقية. هم علي عبد النبي الزيدي، وعباس النعثر، وعلي السباعي. وكان مجلس السلم والتضامن في ذي قار منظما وراعيا. يحتفل المجلس العراقي للسلم والتضامن فرع ذي قار اليوم بثلاثة من المبدعين الذين حققوا أو حصدوا جوائز قطرية على مستوى متقدم. والمبدع الأول علي عبد النبي الزيدي الذي حصد جائزة المدى الإبداعية للمسرح، والكاتب عباس النحثر الذي حصد جائزة عزيز سيد جاسم التي أقامتها جريدة الزمان في الشعر، وكذلك الأستاذ علي السباعي الذي حاز على جائزة القصة القصيرة في مسابقة سحر البيان التي أقامتها شبكة الإعلام العراقية. وفي هذه المناسبة وبعد فوز الأدباء بهذه الجوائز القيمة، يحتفي المجلس العراقي للسلم والتضامن بهذا الفوز الكبير ليرسخ قيم الاحتفاء الجماهيري، الاحتفاء الشعبي، احتفاء الناس بمبدعيهم. خطوة مجلس السلم والتضامن في تكريم المبدعين فرصة لترسيخ تقاليد من شأنها أن ترتقي بالمبدع العراقي بعد سنين التهميش والإلغاء التي عاشها الأديب والفنان في العراق. قرأ العديد من النقاد دراسات تحدثت عن المنجز الإبداعي للفائزين الثلاث. إن العناوين التي اعتمدت بها نصوص الزيدي يتراءى لنا أنها مغلقة، غير أن قيمة الانغلاق هي قيمة إيجابية حسب رأي إمبرتو إيكو. فالعناوين وهي تتقنع في الافتراض والمفارقة تكون نصوصا مفتوحة على القراءة المؤدية إلى احتمالات التأويل والتفسير المسلم. إذن هي نصوص شيدت بمخيلة الزيدي وفق مستويات مفتوحة تجارب التقليدية على صعيد ابتكار الفكرة والحدث. فنحن نستشعر بالضحك المجلجل مع قراءة مسرحية كوميديا لأيام السبعة من مجموعته ثامن أيام الأسبوع، وتحاصرنا الدموع حين نقرأ نصي قمامة وجيل رابع من المجموعة الثانية، وهذا يحقق لنا لذة القراءة المثمرة. لقد أخذت نصوص الزيدي بالواقع المعاش المحاصر بالجوع والحرب والحرمان لتكشف عن التلاطف الغريب بين هذه المسميات. وهنا نتساءل، ما الذي فعله الشاعر على مستوى التناول؟ الجواب ببساطة، إنه فتح قبل المتلبي ليرينا صوتا شعريا يتبادل البوحة مع صوت التاريخ وبالتناول حتى نهاية النص، حيث يعود إلى قبره صامتا. وبهذا يمكن لنا أن نتبين أن الشاعر المستدعى عباس النعثر تقمص شخصية الشاعر المستدعى المتنبي باعتباره رمز أسطوري لصورة المثقف العراقي ذي المشروع المعرفي الجاد. على هامش الاحتفائية افتتح المعرض التشكيلي المشترك لمجموعة من التشكيليين في مدينة الناصرية. كان المعرض جزءا من روح احتفائية تسعى لخلق حياة إبداعية في مدينة عرفت بعشرات الأسماء التي كونت المشهد الثقافي العراقي. حاول الكثير من أحبتنا، وهذه الأمسية الجميلة، هذه الاحتفالية الجميلة هي واحدة من تلك الأماس التي تحاول أن تقول، أن تصرخ بوجه أولئك الذين يحاولون أن يهمشوا أصواتنا أننا ما زلنا أحياء، أننا ما زلنا ننبض بالحياة، أن الثقافة العراقية هي صوت لكل المبدعين، صوت لكل الناس الذين يعيشون في قرانا وفي أحيائنا الفقيرة. الثقافة العراقية عليها أن تنهض من جديد في واقع يحتاج الناس إليها بشكل كبير، لا أن تنعزل في القاعات
وفي البيوت وفي الغرف الصغيرة. ثقافتنا العراقية يجب أن تكون ثقافة للناس. جرداء عن التاريخ الأدنى، حمراء إلى التاريخ الأعلى، صفراء كقمح الأرض، كحضن جوعان للحضن. كانت أماً دربها الثكل الصبر الفقدان، لم تفزع يوماً من ريح تجتث السور وتقلب أعلى الأشياء إلى أسفلها. كانت ترقص أو يتراءى، كانت لا تهتم إذا امتلأت بوجوه لا يعرفها أحد ووجوه لا يذكرها أحد، وجوه الحمالين، وجوه المنبوذين، المبتورين أياد سيقانا، وجوه المفقوئين عيونا، والمجدوعين أنوفا، والمقطوعين لسانا. كانت دار المنسيين عن التاريخ. في لحظات عرض حفلة الزفاف كانت تدور روح معارك في عموم مدن العراق بين أبناء الشعب الواحد، وكان صوت الرصاص يعلو دائما على هتاف الصبية الذين يجوبون شوارع الوطن هاتفين أما النصر أو الموت. ولم يعلموا أن كلا الأمرين، النصر أو الموت، أو الموت انتحار. متى تنتهي فصول مسرحية تراجيديا الدم العراقي؟ لقد أنفقنا عمرنا كله نهتف مذ كنا بعد صبية صغارا وطوال عمرنا إلى الآن، أما النصر أو الموت. الموسيقى هيمنت على أجواء الاحتفائية وخلقت جوا من الاسترخاء والمتعة، وبعيدا عن كل ما هو قبيح يحاول أن يهاجم أرواح أبناء العراق، كان الجمال زهرة بيد العراق يطرد فيها كل ما هو دخيل على حضارتنا وثقافتنا وإنسانيتنا.